صباح الخير، يعطيك العافية. زياد عمر، رئيس جمعية فلسطين للمكوفين. يسعد صباحك أستاذ زياد. حدثنا عن مكتبة صوت الضاد، انطلاق المكتبة وماذا تخدم الأشخاص ذوي الإعاقة وخصوصا المكفوفين. مكتبة صوت الضاد هي يعني تابعة لجمعية فلسطين للمكفوفين. جمعية فلسطين للمكفوفين تأسست رسميا أو أخذت ترخيص تسجيل رسميا في 2019 باشا 395 نسخة من كتب ميسرة، 85% منها كتب مدرسية من خلال مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم، وفي عندنا الباقي الكتب 15% هي كتب متنوعة لإدوارد سعيد، لفرانس فانون، في كتب وطنية، لروايات لأسامة العياسي تحديدا. نشكره جدا على مبادرته بالتعاون معنا في أعطائنا الإذن بنشر كافة كتبه بالأشكال الميسرة. على الطاولة في كمان أدوات للمكفوفين بتوفروها عندكم في جمعية فلسطين للمكفوفين، احكي لنا سريعا عن هاي الأدوات اللي بتوفروها. هاي الأدوات هي مش احنا ما بنوفر، احنا جايبينها نعرض على الناس عشان نكسر حاجز الوعي البسيط أو السطحي في قضايا الأشخاص المكفوفين. يعني عندنا هون في عندنا هذا اللوح بيوضح كيفية كتابة هاي، يعني زي لوحة للعرض بس لنظام بريل، حرف الألف، حرف الباء، حرف التاء، الثاء، الجيم، هاي الأحرف بس عشان نفرج الناس كيف يعمل نظام بريل. هاي نفس الوقت على هذا للاستعراض. هون عندنا كمان الـ الأشياء اللي استخدموها، مثلا ورق اللعب الشدي، في عندنا كمان الدومينوز، لعبة الدومينوز، في عندنا هذا الجهاز اللي هو جهاز قديم ولكنه كان فعال في حينه، نستعمله لقراءة الليبلز اللي بنحطها على الأشياء في البيت، على علب السي دي، على الكتب، على أي إشي بنستعمله في البيت من أجل أن الشخص الكفيف يتعرف على الأشياء الموجودة. عندنا لعبة الدومينوز موجودة كمان، عندنا الألواح اللي بيستخدموها في بريل للكتابة الفعلية، يعني أي حدا بحب يأخذ ملاحظات. عندي كمان عرض لهذا اللوح اللي من خلاله بنكتب في النظام بريل بالقلم، اللي هذا اللي هو عبارة عن مسمار فولاذي، مثلا هذا حرف اللام، هذا حرف الباء، كيف نكتب هيك. شكرا كثير لك أستاذ زياد. تمام، شكرا كثير لك ويعطيك ألف عافية. وبننتقل هلأ إلى مركز جبل النجمة لتأهيل وتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة واهتمامهم كمان بالأطفال ذوي الإعاقة. عارفين عن نفسك، عارفين عن مركز جبل النجمة؟ عبير حماد، مسؤولة برامج التأهيل مركز جبل النجمة. مركز جبل النجمة هو مؤسسة من سنة 81 بيشتغل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية. بنشتغل مع الأطفال من جيل 3 شهور ويستمر العمل لحد 40 سنة داخل أسوار المركز. ممكن نستهدف أشخاص أكثر من 40 ولكن خارج الإطار. بنشتغل مع حوالي 100 شخص، 80 داخل المركز، وعندنا 20 شخص تم تشغيلهم، بتم متابعتهم في أماكن العمل. عندنا مخروا يتقبلوا الأشخاص ذوي الإعاقة. برنامج المدرسة من 6 سنوات ل 14 سنة اللي هي مدرسة تربية خاصة. التدريب المهني من 14 سنة لحوالي 40 سنة. ست عبير احكي لنا هيك سريعا عن الموجود عندكم على الطاولة وهدفكم من خلال يعني استهداف أطفال ذوي الإعاقة. اللي موجود على الطاولة إشي إلى علاقة بالمكتبات أو بالكتب بمعرض الكتاب. عندنا نماذج لإيزي ريد اللي هي القراءة السهلة لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية برنامجها، وهذا الدليل تم طباعته بلغة بريل على أساس حتى الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية يكون عندهم المقدرة للإطلاع على الدليل. عندنا بعض الأشغال اليدوية واللي إلها علاقة بالثقافة، سواء الصابونة أو التطريز اللي هي من شغل الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية واللي بتعكس المقدرة اللي ممكن يقدر الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية يشتغلوا فيها. شكرا كثير لك ويعطيك ألف عافية. لهون فرح وعلاء بتكون انتهت جولتنا في الجناح المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، وأكيد في لنا لقاء آخر وجولة أخرى خلال حلقة اليوم. بالتأكيد هبة، شكرا لك حتى اللحظة، الشكر موصول لضيوفك، وإحنا مستمرين معكم مشاهدينا بتغطيتنا الخاصة هذه من أرض المكتبة وبفعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب. معنا ضيوف جداد وفي الاستوديو وضيوف نور.